السلام عليكم. انا ساكن حي اورانجينا، كنتهاودوا على هاد الحي اللي كاينين دابا هنايا، على حسب العيال صغارين يعني يقدروا، فهمتي كيفاش، يسبوا في شي اضرار كبيره. ايوا كنطلبوا الله من هاد المسؤولين يقوموا بهذا بالواجب ديالهم. شكرا. المهم هاد الحي هادو هاد الافاعي اللي خرجوا، ماشي غير الافاعي تاع العقاري، المهم الحي راهم كبارين، وحنا رسلنا الصور ديالنا وصورناهم، عملنا فيديو باللي قمنا بالقتل ديالهم، لا موجب، ما كي جات مسؤوله ما يعني ما استجبتش النداء ديالنا. وكنزيدو ناكدو باش تستجب النداء ديالنا تجي في اسرع وقت. راه الساكنه مخلوعه، الاطفال مخلوعين، كلشي مخلوع، هاد الحي كبارين بزاف وسامين. راه لحد الان ما شفنا حتى مسؤول جانا هنايا وشاف ولا هضر معانا ولا قلنا شنو كاين ولا فين كيتواجدوا باش نمشيو نعملوا لهم على الاقل مفيدات الادويه ديالهم. المهم هادشي هذا راه كيسبب ضرر للساكنه، خطر على الاطفال، راهم كيلعبوا هنا في هذه المنطقه هذه، كما كتشوفي راه حي سكني شعبي. اذا الاطفال هنايا بكثره والاطفال كيلعبوا في هذا، كما كتشوفوا معنا في هذا هنا، راه هنا كيلعبوا وفي اي بقعه فارغه كيلعبوا فيها. وكنتمناو من المسؤولين يلبيو النداء ديالنا ويسرعوا يجيو ويشوفوا لنا حل هذه المشكله، هذه راه معضله. كنعانيو من الارض خاويه هنايا، من هذه البلديه ومن املاك فيها الشوك والربيع يابس، كيسكنوا فيها الحياي. هاد الحياي في الصحانه كيسخنوا، كيخرجوا يقلبوا على الماء، كيدخلوا على الديار، والزبل ديال المسيح كيعمل الناموس. الحيه ملي دخلنا الدار شمن سكنه بقى؟ ما باقي مو سكنه. كنطلبوا الويدان الحار يتحملوا، وكنطلبوا ممرات الرازلين، وكنطلبوا هذيك البوردلوت اللي كيعدلوا في الطريق باش ما يطلعش الحديد بالسرعه. واخيرا كنطلبوا الجماعه الحضريه الحي البوطو الضو، فيه 10 متر الطول ومجعوب من داخل، كيدخلوا فيه الحياي والعقارب والطوب. وهادشي هذا كله مع انه لا ميزانيه لا دراسه لا حتى شي حاجه، عنده يد العامله والدواء، هادشي اللي كاين. كنطلبوا من المسؤولين باش يحيدوا المعنيين بالامر، باش يحيدوا علينا الضرر هذا، وشكرا.